عثمان محمد. عثمان محمد فليتفضل. رمى مال عبد العزيز خالد بركة الشبوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين.
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم في السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر بفضلك كبر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر
ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد صبحهم بك ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الإدغام متمثل نون ساكنة بعدها حرف الميم الإدغام بغنة جيد ولقد جاء آل فرعون النذر جاء المد الواجب متصل كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر الإدغام بغنة جيد أكفاركم خير من أولئكم مد الواجب المتصل جيد أم لكم براءة في الزبر أم لكم الإخفاء الشفوي بارك الله فيكم.